السلام عليكم مشاهدين ديالي الاعزاء، على قلبكم نتوما مزيانين بخير، اموركم هانيه، نتمنى من الله تكونوا بخير على خير ويلقاكم هذا الفيديو يا ربي ما ناقصكم حتى شي خير في الصحيحه والهنا وكل شيء. هو هذاك المهم فيديو جديد ونهار جديد. هذا الفيديو هذا تحت الطلب بزاف ديال البنات اللي طلبوا لي الفيديو جوله في داري، واليوم غنشارككم الجوله في الدار ديالنا اللي متواضعه جدا ومتوله المهم انا كتجيني مزيونه ومتوله، وانتم عطيوني الراي ديالكم فيها. نتمنى من الله تعجبكم وغنبداكم يعني من الخارجه للدار حتى الداخل، غنشارك معكم كل شيء مرحله مرحله ان شاء الله، وبقاو مع الفيديو. المهم غنبداكم الدخله ديال الباب. الدخله ديال الباب هي هذه، ها هي كما شفتوا. دابا عندكم الجريده ديالي المتواضعه، عندي هنا واحد الطابله كنعملوا فيها ميريندا، هاد البطا صغيره خرجتها لهنا زايده. الداليا هي هادي تبارك الله بدات تكبر، عبد الواحد عمل لها هذا الشميط وهذا الحبل باش تطلع وتلوى هنا والدور هايده وتجي. عطينا الضل المحبقات هما هذا هذا ما قلت الناس صبغوها من هذا الرويض، صبغت انا بالزرق هادشي اللي بقى لي. انتما عيجيكم مصاود العواول سمحوا لي ولكن ماشي مشكل. هذه الفرنه العروسه ديالي، هذا البير شويجرة، هذه اللي بالكم هذه الدار د مرات لوسي، مشات دابا لتطوان ما بقاتش ساكنه هنايا. انا كنستغلها كنعجب فيها وكنطيب فيها وكل شيء. البير هذا الدوش عندي هنا على برا، كندخل ما كنستغلوش شي بزاف، عندنا الدوشات بزاف لداخل في هيدا زايد وصافي. هنايا على برا راكم تشوفوا هنا بلاصه التصبين، هنا كنصبن، عندي ديك الماكينه التصبين تما الكريفو تما دابا. هنا عندي محبقات، شوفوا الدخله ديال الباب نيشان كنجبر باسيف كنصبن فيه كنستغلو صراحه هذا كينفعني، وكنجبر جوج البيبان الباب ديال الدخله هادي والباب ديال الدخله هادي جوج الدخله. شوف هذه الدخله هادي هنا. دابا نبدا معكم الدخله ديال البيت ديال الجلس، عندي البيت هذا على برا كنجلس هنايا. ها شوفوا عندي واحد التلفازه هنايا بويز، يعني كيجيني مجموع القشيعات كنخرجهم لهنايا يعني قريب على الباب. اون فاس كندخل لوسط الدار، ها وسط الدار ديالي في كنجلس. هنا ما يجيني السخانه ولا بغيت ولادي يتفرجوا تما في ديك البيت كنخرج لهنا كنشب بالراحه. ها انتم اون فاس كنجبروا الكوزين. الكوزينه ديالي متواضعه صراحه، هادي ماشي البلاصه ديالها باقي ان شاء الله، انا ماشي كوزينه لبرا حيتاش انا عندي اتساع بزاف على برا، اكيد غنعمل شي كوزينه كبيره، هادي غير كنقضي بها وصافي. كنخرج من الكوزينه، شوفوا على الكوزينه كنخرج مني هنا كنجبر الخرجة ديال الباب، هي ديك اللي قلت لكم عندي جوج البيبان، هذيك الخرجة ديال الباب اون فاس، شوف الخرجة ديال الباب اون فاس كنجبر البيت ديالي كيخرج نيشان لبرا من البيت لبرا، هذا قريب عندي على برا. بسم الله انتوما
تبع نرجع عيدا ماريو هذاك الصارجي عاو كيطلع على برا هذيك الباسيون ضاع قلت لكم كان صابين شنو كيقولوا له هذا ليزا رياك البنات. المهم ما عندي شي فحال الرواق لاحظتوا شي بنت هيدا كتبيع ليزارات والرواقات بحال بعضياتها ولا شي حاجه دخل عليا في انستغرام انا غنخليكم انستغرام ديالي تما وتواصل معايا وتصيفطوا لي ان شاء الله نخلصها الكوافوز ديالي متواضع يعني ما عزيش ليا المكياج بزاف الجبر دائما عندي خفيفه هذا البي هذه الباب ديال البيت ديالي عندي انا الدوتشاف في البيت هذا البيت ديالي كامل من هنا نرجعكم غنرجعكم ملي هين عاود نشد لكم ملي هين انا نشبركم من هنا شتو كبير تبارك الله شوفوا الكرتون ديالو كيفاش دابا غنخرج من هنا غنشبركم وسط الدار كامل نخرج على وسط الدار غنمشي تشوفوا ديك البيت ديال الكلاس كنمشيو هيدا نيشان كنجبرو هنا واحد البويض ها هو البيت هذا تسمى دولادي ود العكوزه ديالي كيدخلوا يرتاحوا فيه ها نتوما تشوف ديك البلاصه اللي فوق الكمال ديك البلاصه تقليديه وكدهوز الملاطي والحوايج صراحة واعره وهذا البيت ما كاينش بحالو واخا السعر عليه في المغرب كامل ما جبرش بحالو بايش بالبروده صراحه تقول فيه الكليمة ما يدخل دنعس في القايله بارد بزاف حيت شجا غاطس ومزيون الالعاب ديالي المهم دابا غنخرج او غنمشي للبيت د الضياف انا خرجه دابا ها البيت د الضياف ديالي متواضع نتمنى الله تقبلوا عليا اختكم سلمى شارك معكم اي حاجه شحال كنتو ولاد البنات شاركنا جوله في دارك احنا شاركناها معكم هذه صراحه جمع لي القشع هذه عزيزه عليا هذا كوكيطا كيجمع لي كلشي القشيعات اللي عزازين عليا كنعمل من هنا واش ما يتغبروش هذاك الشيء الصرج باقي هنا عبدو يصرجي يجي لهنا يرتاح وحتى هذا البيت هذا فيه الدوش صراحه ما فيه شي طاو فيه شي والو بولا ما عندوش حتى هذا دوش انا جبرتوني دابا خارجه انا نشبركم الدار كامل هذا الفوقي نقولوا له حنا النبح هذا اللي كيبان لكم هذا كنقولوا له النبح انا غنطلع لتما ونصوركم عندنا شي دريجات هنا كنطلعوا فيها هذا هادي وسمحوا لي سلس شويه حيت الليل هادي الغرفه ها الصرجيم ديال وهادي الغرفه دخلتي هادي الغرفه دخلتي عندها فيها الحوايج ديالها وديك الشيء وهذه الدوش هذه ما كنستعملوهاش عندي فيها انا غير ديك الزيت وديك الشيء كامل حشيتو خبعتو تما من العول باش ما يهرقوش ودابا باقي هنا واحد الغرفه اخرى خالتي واش يبان لكم مزيان
خالتي كان عنده ولاده، كانت كامله نعمل كل واحد بالغرفه ديالو والدوش ديالو، حتى هالغرفه هذه فيها ما فيهاش الضوء، حتى هي ما فيهاش الضوء، فيها شي والو. قطيطه هذا النبوحه كنحتاج انا في الشتوى بزاف، كننشر فيها كيشتفوا لي الحوايج و ما كيتخمروش. شباركم من الأعلى. وسط الدار راه الباب ديال الخارجة هذيك اللي قلت لكم ديال الكلاس باش ما دنتلفوشي باش ما ندوخكمشي، هذه الباب اخر هذا الخارج. وكانت هذه هي الجوله في الدار ديالي، يا ربي تعجبكم وتعجبكم الجوله في الدويره ديالي المتواضعه جدا كما هي بلا زياده بلا نقصان. شوفوا البنات رديتها كامله في البياض صراحة، تعذبت معاه، عملت له جوج اليدين وواحد اليد الكولا. كما قلت لي قلت لي سلمى اعمل الدار في البيض باش تعطيك الاضاءه. دابا الليل باش هي ماشي مضويه، في النهار الضو الضو الضو. المهم الله يعجبكم لا فيديو ديالي ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم كما العاده. كنقول لكم دائما احسن حاجه هي الخفه، واللي فنيتو شي حاجه يا ربي حقالو. صراحه ننسى اهم حاجه عندنا هي السكنه. الدار تكون مزيونه تكون قيه، يا ربي يسهل عليا ويسهل عليكم. انا بيدي باقا ما عنديش الدار ديالي، هاد الدويره هادي غير دار ديال الوراثة وديال الاب عبد الواحد مسكين الله يرحمه. كتشوفوا هالشي كامل هو اللي ابنه مسكين، وحتى انا بغيت ندخل في هذا كنقولوا حنا السقاق، بغيت ندخل داكشي بلدي، ما بغيتش ندخل الرومي حيتاش الدار تقليديه بزاف، خاصها تكون داكشي تقليدي. اي حاجه خاصك تمشي لها مع الحاجه ديالها، كما بحال هاد الطبسيل هذا، ها هو هذا بلدي، خصني ندخل بحال الطباسيل هاي تنعلق بحال شي حاجه بحال ديك الشاشيه هذيك، راه هي شوفوا هذيك حتى هي بلديه كتعطي واحد الرونق، يعني الدار تقليديه وبلديه 100%. وشي كوادرو د الشاو نعملو في الدخله ديال الباب، ما عنديش بزاف. تشوفوا الدار باقا ما فيها شي حتى شي حاجه، صراحه باقيين بادين باقيين. دابا انا عندي 27 سنه وعبدو عنده 33 سنه، يعني باقيين صغارين. مادام لحقنا المضربات ديالنا طابلة قشيعه ديالنا كنجبروا فين ناكلو، رحنا ماشيين ان شاء الله في التحسن. راه الناس باقيين كجبار 27 و33 الناس باقيين ما جوجوش. اي والله يسهل على كل واحد ورزقنا ورزقكم الصحه والسلامه، اهم حاجه هي الصحيحه والهنا وراحه البال. واخا يكون عندك اللي كان، واخا تكون دار واخا تكون فيلا وما كنتيش مرتاحه وما كاش النفسيه ديالك مرتاحه، اكيد ما عجبكش العيش. والله يخلينا هانيين ويخليكم هانيين يا ربي، ونتمنى لكم اللي كتمنوه في الحياه ديالكم يرزقكم الله، واللي باقا ما مزوجاش يرزقها زوج صالح يا ربي، يكون واحد الانسان يعني تبني مع حياتك في الثقه والامان. شي حاجه يجيبها لك يدخل عليك الفرحه، واخا يجيب لك شي كادو رخيص، واخا يجيب لك غير ماروخه. دابا بحال انا واخا يجيب لي غير ديك ماروخه 10 دراهم كنفرح بيه. علاش حنا ماشي يعني شي وحده لاباس عليها الداني ولا كنت في الدار ديالنا عايشه شي عايش كثار من هذه؟ لا، انا كنت عايشه واحد الانسانه درويشه، كنقنع باللي في الدار واحد الانسانه بسيطه، كنفرح باي حاجه. هيدا جيت لعند الزوج ديالي خصني نقبل عليه، خصني نقبل على العج ديالو، خصني نفرحو نزيد نوصلو، ماشي هو نجبرو ما عندوش شي حاجه نقولو علاش انتينا ما عندكش، علاش ما عملتيش، علاش ما تركتيش قبل ما نجي انا. هو بيد واحد الانسان اللي عاش يتيم، عاش صغير، خلاه الاب ديالو عنده 5 سنين،
وتوفى، والام ديالو كانت مسكينه درويشه، كانت كما نقولوا حنا تقاتل على الزمان على لقمه العيش باش توفر لولاد العيش الكريمه والسليم، ما هي الاكل اللباس ديالهم في العيد. نتوما عارفين الحاله ديال اليتامى كيفاش كتكون. على ذلك الشيء كان ابني وحياتنا انا هو حاليا. كنقول لكم صراحه الناس اللي قدامنا والجيران عايشين واحد الحياه ما شاء الله، السعاده ما كاين لا مشاكل لا حتى شي حاجه. من هنا قدام ما عرفنا شين يوقع، ويا ربي خلينا دائما متضامنين مع بعضياتنا ومزيانين، وربي وليداتنا في احسن صوره، وحتى نتوما الله يخلي لكم ما اعز عليكم الازواج ديالكم. واللي باقا ما مزوجاش يا ربي رزقها بالزوج الصالح. الصراحه نتمنى له يرزق ربي الحوش الزوج الصالح بحال ديالي، زوج قانوع صابر كيكافح على لقمه العيش. الصراحه شحال هادي دابا 9 سنين نقولها العاب مع اليوتيوب، ما بقاش كيخدم بزاف في الصباح بكري، كينوض مع 4 الصباح وكيجي مسكين كينعس واحد الساعه ديال المكانه وكيرجع في الليل ويخدم. الله يعطيها شي زوج بحال ديالي اللي هو صابور جدا، كيصبر ويكافح على وليداتو ويتقاتل باش يفرحهم. نتمنه للبنات كاملين، والسلام عليكم وتهلاو في راسكم. استناونا شي فيديو ان شاء الله جديد، كله تفاؤل كله خير. انا بغيت الفيديوهات ديالي كاملين يكونوا فيها من السعاده، فيها من البساطه، فيها باش انا نكون عبره للبنات اللي صغارين زوج صغارين، باش حتى هما يستمروا في الديار ديالهم. ما بغيتش نبين لهم شي حاجه كما نقولوا حنا واو، باش حتى هما يقولوا الناس كيفاش عايشين، ولا حنا بدينا من الزيرو. دائما كنقول لكم بدينا انا هو بالزيرو. نتمنى الله يعجبكم الفيديو، ما زدتش نطول عليكم، الا زدت نهضر غنبقى الحديث كثير. بالسلامه عليكم وتهلاو في راسكم.